مجلس اداره النادي الاهلي، ونحترم مجلس اداره اتحاد الكوره، ونحترم اتحاد الكوره السعودي واتحاد جده، ونحترم المستشار تركي الشيخ الرئيس العام لرعايه الشباب والرياضه للمملكه العربيه السعوديه، اللي هو بمجرد اعلان الخطيب موافقته كان رده سريع وتغريدته سريعه على صفحته على الفيسبوك. والله العظيم تلاقي كده هدوء حصل على السوشيال نتيجه حل هذه الازمه. ان الاهلي هيلاعب اتحاد جده مباراه النهارده الفائز فيها يحصل على $1 مليون، يعني 18 مليون جنيه مصري. ناهيك بقى عن الفلوس، انه لما يبقى يحضر المستشار تركي الشيخ للمباراه زي ما قال في اول رد فعل منه، قال ايه؟ تلقيت بلغ السعاده والتقدير من الاتحاد المصري والاخ محمود الخطيب رئيس مجلس اداره النادي الاهلي رغبتهم لعب السوبر السعودي المصري على كاس الملك سلمان بن عبد العزيز، ومن هذا المنطلق فانني ارحب بالاشقاء الذين نكن لهم المحبه وجمهور المحبة لهم وللأهلي وجمهوره الذي أعتز أن أكون أحدهم. راجل بيتكلم كمشجع للنادي الأهلي، وفي حال تحدد الموعد سأكون أول حاضرين للمباراة بإذن الله. مين بقى ما يفرحش إن موضوع زي ده يبقى شيء جميل ويتم حله وتسود الروح الرياضية؟ طلع نجم رئيس نادي الزمالك المشرف على الكورة، وهذا لا يحق له بحكم القانون سواء متطوعا أو بأجر أو بدون أجر، إن هو ينتقد ويقول لك لا السوبر من حقنا وإحنا، لكن طلع رئيس نادي الزمالك قال لك لا انا مش هخسر المستشار تركي الشيخ، انا مش هخسره يلعب الاهلي ويلعب الاتحاد جده ماشي، انا ما اقدرش اخسره. فبالتالي ده برضو يحسب له ان هو قال ما اقدرش اخسره. الناس عايزين نروح رياضيه ونتحرك في جو رياضي، لكن ما بقاش اقول كده واجي في نفس الوقت اقول لا انا من حقي وانا مش من حقي واغلط في اداره النادي الاهلي. عيب، ما يصحش. يجب ان احنا نرتقب سلوكياتنا. وانا النهارده بقدم بلاغ للمجلس الاعلى للاعلام ان رئيس نادي الزمالك ظهر على قناه ابو ظبي الرياضيه. وهذا خرق للقرار. ما حدش يقول انها عربيه. مفترض هو اللي يلتزم. طالما ما التزمش اغلظ العقوبه. والفت نظر اداره القناه ان هذا الشخص ممنوع من الظهور الاعلامي. ما عداهاش. ما ينفعش تتعدى. واعتقد ان استاذنا الكبير والجليل الاستاذ مكرم محمد احمد مش هيعديه. رد فعل النادي الاهلي ايه بقى؟ جميل جدا جدا جدا. عمرو فاروق قال لك سوبر الاهلي واتحاد جده في موعده وندعم العلاقات المصريه السعوديه، ده من اليوم السابع. حاجه جميله، خلاص بدانا نتكلم كوره ورياضه ومحبه وسمو وتنافس شريف وحرص على العلاقات المصريه السعوديه اللي هي الاساس. اللي هي الاساس. لازم الناس تفهم كده. المساله مش كوره بس ولا رياضه بس. المساله ان مصر والسعوديه هما عمودي الخيمه العربيه. هما الركيزه الاساسيه والرئيسيه للامه العربيه. اهو الراجل الوزير السابق ونائب رئيس النادي الاهلي الاستاذ عمرو فاروق بيقول سوبر الاهلي واتحاد جده في موعده وندعم العلاقات المصريه السعوديه. وقال لك في بيان رسمي العميد محمد مرجان الاهلي يحدد 27 نوفمبر موعدا رسميا للسوبر المصري السعودي، ونرحب باتحاد جده ويجهز لاستقبال حافل وتاريخي. استاذ شريف فؤاد المتحدث الرسمي على اليوم السابع ندعم اقامه سوبر الاهلي واتحاد جده ولا نلتفت لمحاولات الوقيعه الفاشله. كابتن محمد فاروق مهاجم النادي الاهلي قال نفس المساله. كابتن خالد الغندور لازال يصر ويتمسك بمشاركه الزمالك في السوبر وان ده حق ليه وان الاهلي بيشارك كتمن الكاس. بصوا هي مناوشه من كابتن خالد الغندور، لكن هو عارف ان النادي الاهلي لا يشارك كثامن الكاس ولكنه يشارك كبطل للدوري امام بطل الكاس، مثل ما شارك الهلال بطل الدوري امام بطل الكاس نادي الزمالك. طيب بعد ال معانا مدخل يا استاذ محمد؟ معانا مين؟ طيب ماشي اوكي براحتك هاتوا تاني. النهارده الزمالك زي ما قلت لكم من شويه ان رئيس النادي حريص على العلاقه مع الرئيس العام لرعايه الشباب والرياضه بالمملكه العربيه السعوديه ورئيس الاتحاد العربي المستشار تركي الشيخ. قال ان علاقتنا بتركي الشيخ علاقه صداقه باقيه لاخر العمر. الكلام ده في يلا كوره. فيتو رئيس الزمالك صداقه لتركي الشيخ باقيه.